الله يرحمه أبو عمار عامل مقابلة معاش ذاكر مع مين؟ القطعة المعدنية. القطعة المعدنية، إسرائيل تشكل خطر داهم ولديها مشروع مش بس بفلسطين، لبنان من ضمن هذا المشروع، من ضمن هذا المخطط، سوريا من ضمن هذا المخطط، العراق من ضمن هذا المخطط، الأردن من ضمن هذا المخطط، مصر من ضمن هذا المخطط، جزء من السعودية من ضمن هذا المخطط. لما تكون هاي الخارطة على قطعة معدنية صادرة رسميا من إسرائيل، ما لها معنى؟